بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. الإخوة الكرام، مدينة العوانة، الطريق الرابط ما بين العوانة جيجل. بسم الله يا ربي، أجواء صيفية بامتياز، نعم ربي بارك. بسم الله ما شاء الله. بدا خوتي موسم الاصطياف، سي بون، الناس راهي تهبط، الناس راهي تبحر، اللي كان هنا راه ما كانش. هذا موسم الاصطياف في ولايه جيجل، نعمه ربي بارك. بسم الله ما شاء الله، اجواء روعه. هذه خوتي جيجل، مدينه سياحيه من احسن الشواطئ في العالم، مستوى الجزائر. الكالم، النظافه، الحرمه، يعني روعه. يجي هنا مولاها بالعائله، يحكم فيها ابارتمان، يكري فيها ابارتمان، نعمه. هم جماعه هنا يكريو كامل، هنا تلقى لي زابارتمون كامل الكرا، تلقى لي بانغالو الكرا، نعمه جماعه كل جيت كومبي هنا. بسم الله ما شاء الله، نعمه ربي يبارك. هذه مدينه العوانه، الطريق الوطني رقم 43 اللي يربط ما بين العوانه وجيجل، يجي من بجايه حتى الجيجل، نعمه ربي يبارك. بسم الله ما شاء الله. لا روت ناسيونال نيميرو 43. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، نعم ربي يبارك. هذاكم فوتو خاوتي على حديقة الحيوانات، الحديقة المشهورة، حديقة الحيوانات المشهورة نتاع ولاية جيجل، اللي جاية ما بين جيجل والعوانة، مدينة العوانة ومدينة جيجل. بسم الله ما شاء الله. ها بلاكا كراء المنازل، اللي حاب يكري خاوتي 0 97 20 26 57 ولا 0 6 99 73 05 45. ما نديرو في اشهار حتى واحد، الرزق على ربي، اللهم لا حسد، ربي يرزق الجميع من فضله. راك تدير في الاشهار الجماعه، والله ما نعرف فيهم واحد. من البلايك تاع جماعه حاطينهم في الطريق، اللي معلق في الـ في في الـ في البوطوي تاع تريزيتي تاع الكليراج، والله معلق على جناح طريق، اللهم لا حسد، ربي يرزق الجميع. كامل حاطين لي بلايك تاع الكران تاع تاع الديار، ربي يرزق الجميع. هذاك هو، ماذا بين الناس تجي تحوس، تجي تحوس بلادها. اجواء بامتياز، روعه بامتياز، نعمه ربي يبارك. جيجل خاوتي مدينه روعه، الحرمه، النظافه، النقاوه، سكان مرحبين، يرحبوا بالناس، مرحبا بخوتنا في بلادهم. ما احد ما يقول لك لا هاك لاك، راك في بلادك صاحبي، مرحبا بيك تحوس في بلادك من الاخر. بسم الله ما شاء الله. اليوم خاوتي راني مانيش في فورغو، اليوم راني في الجولف. اليوم لك تبربين، قال لي صاحبي واه صاحبي نديرو دوره الجيجل، نوض الصباح، قلت له بسم الله. اليوم خاوتي راني في الجولف، ندير فيها جوله لك تبربي، هتكتني الصحراء وهتكني اللورو لا شارج، ها اليوم نديرو فيها تحويزه. كنت جاي في الطيوطه في الهيليكس، ماذا قلت هو بالك نجي في الجولف، جيت في اليوم في الجولف ويت. بسم الله ما شاء الله. هذه خوتي كراء المنازل 0 97 33 0 8 83. راني نلقى في البلايك خوتي، نقرا فيهم بلايك على جناح طريق، ما نعرف فيهم حتى واحد. هذا باش كي نتفاهموا، نتفاهموا زين زين. شوفوا خاوتي روعة، أجواء بها روعة، خضرة الله يبارك، البحر منا نعمة. بسم الله ما شاء الله. هكذا خرجنا خاوتي من مدينة العوانة باتجاه مدينة جيجل. خاوتي الجولف ياخذ الراي، مش كيما هاك تشوف خويا تعطوك راك ثم ثم تروح، وإنما الحيطة والحذر، ما تفوتش البلاكة. والله نجي هنا خاوتي، احترم القانون، ما تلعبهاش تفهم، احترم تحترم. ها والله واحد ما يهدر معاك، دير فيها تبحيره شابه انت والعائله، سمعنا 10 ايام 15 يوم والاتكال على ربي. بسم الله ما شاء الله.
اجواء روعه، شويه مسحبه بصح راهي سخانه خوتي باش نتفاهموا، راهي سخانه استغفر الله يا ربي فايت 35 سخانه، والميديتي طالعه، نسبه الرطوبه طالعه. هم الشباب ربي يحفظهم فوق التفاطف يجيو يدوروا فوق المطوه تاعهم نعمه. حافظوا على نظافة المحيط، عامل بلايك خاوتي، حافظوا على نظافة المحيط. نعم ربي يبارك، عام توجور البلايك كيراء المنازل 0792-23-83-99. ها والله عيط خويا راني لونسي لك النيميرو وعيط، راني نقرا في البلايك، راني نعاود خاوتي نقرا في البلايك من طريق، راني ما نعرف فيهم حتى واحد، وانما جيت لهنا ناس زعماء ربي يحفظهم، والله ما تقيسك حاجه عندهم هنا. ارواح مرحبا بك في بلادك، احترم تحترم. من الاخر شويه سيرفيس ناقص، انا مش راني نقول رانا في منا بلد سياحي، وانما من جهة المناظر عالمها كاملة 10 على 10، من جهة السيرفيس شوية الحالة ناقصة، أنا متفاهمين خاوتي، لي زوتيل والريستوراسيون، هذيك شوية الدعوة شوية ناقصة، بربي إن شاء الله رانا إن شاء الله نتحسنوا بربي إن شاء الله. هذا روشينوار شاطئ الصخر الأسود، ناو منا يا الله غوش، المركب السياحي الصخر الأسود، نعمة، باتجاه مدينة جيجل. أجواء رائعة خالص. شبيب الناس جيت بحر أرواحها. مكتب أعمال كراء المنازل. بلاج برج بليدة. شاطئ برج بليدة. اسمح لي تشوف سوي كلاس. روعة. هذه خاوتي حديقة الحيوانات اللي ما بين العوانة وجيجل. هذه الحديقة المشهورة نتاع ولاية جيجل. جي هنا خاوتي جي تدخل تشوف حديقة الحيوانات، روعة ربي يبارك. بسم الله ما شاء الله حديقة الحيوانات. هاي هنا هم الله يبارك الماتريكيل تاع الولايات كامل هنايا. تجي الناس تشوف الحيوانات، كاين الحيوان عندهم حيوانات روعة لداخل ربي يبارك. حديقة مليحة مستعة كبيرة روعة. ما شاء الله. نعمة ربي يبارك، بسم الله ما شاء الله. هذو شطوط خاوتي تاع جيجل. من اجمل الشواطئ في الجزائر، كاينين دي بلاج هنا، كاينين شواطئ خلويه روعه. هنا خاوتي كاين دي بلاج بريفي، مش بريفي، جايين خلويه ما يروحولهمش العوايل، يروحو لليجان هكذا تقاري بعيد، تروح سوا في فلوكا ولا تروح تقطع للجبال، خاطش لا ما يقدروش يوصلوهم الناس، جايين ايزولي في وسط الطبيعه روعه. روعة ربي يبارك. الشباب يعوموا كما تلقاهم هنا، نعمة ربي يبارك. هكذا خاوتي رانا في مدخل مدينة جيجل. صحاب الفرقوات صحاب الماتريال هنا وكل يجيو يقاريو هنا. الاخوه الكرام رانا قريب من مدخل مدينه جيجل. اجواء روعه خاوتي، نعمه ربي بارك، بسم الله ما شاء الله. 48 ولايه راهي هنا خاوتي، 58 زير كامل راهي هنا ربي بارك ما شاء الله. سمع
سامحوني يا خاوتي اليوم راني في طوموبيل صغيره راني شويه نمشي شوي ماشي ساعه على ساعه بقى. والله غبلكه والله والله العظيم غير نمشي 80 يعني شي وقت حي اسمه كتدرو بريز دم ثم شويه تبان فيتاس نعمه ربي بارك بسم الله ما شاء الله هذه خاوتي تمن شويه دواد انا هذو شويه مش مليح حرش هكذا لك تبربي ونجيو داخلين الى مدينه جيجل السياحيه بسم الله ما شاء الله الشبيبه يبحروا ربي يبارك فوق المطوات فوق يجيو بارتو بارتو استغفرك ربي واتوب اليك ها هنا خاوتي موسم الاصطياف هكذا سي بون الله اكبر اذان العصر هكذا خاوتي اذان العصر تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال بسم الله ما شاء الله هكذا خاوتي رانا قريب مدخل مدينه جيجل الشبيبه كامله يتبحر هنا ربي يبارك يجيو فوق الطفاطف يجيو فوق في الهربينات يجيو في الفرقوات فوق المطوات الكبار نعمه باركينغ خاوتي هنا يا تقاري في هذو الروشيات انا شطو تاع الروشي تقاري خفافي ممكن كاين اللي فيهم باركينغ انا كنت هذو في واحد الشط ما فيهش باركينغ تقاري خفافي وتروح تعوم والله ما يهضر معاك واحد الناس ربي يبارك مديرين الشوا مديرين اللحم يطيبوا نعمة ما شاء الله هذا كامل دي باركينغ هنا راه مشطوط كامل من على على اليسرى هنا كامل راه دي باركينغ الله يبارك ما شاء الله هكذا خاوتي مدخل مدينة جيجل هذه مدخل المدينة نعمة ربي بارك ها خلاص دوكا خاوتي موسم الاصطياف تلقى لاشارج تلقى الغاشي ها لازم مدخل مدينة جيجل بسم الله ما شاء الله الله يبارك ما شاء الله هذه خاوتي مدخل مدينه جيجل كي نعودوا داخلين من اعلى على العوانه هذا خاوتي الجمع لانفاسنا ربي يبارك دائما نصلي فيه نعمه ربي يبارك ربي يحفظهم ان شاء الله قايمين نعمه نخدم جديد ما عندوش بزاف من يخدموه هاي شباب تبريباري تبريباري لك تبع ربي يوجدوا جماعه لاستقبال الضيوف من 58 ولايه مرحبا بالجاليه تاعنا ربي يبارك هم يجيو ثاني اللي راهم في المهجر اللي راهم في الخارج يجيو عقبوا الصيف هنا في البلاد نعمه قبل العيد الكبير هذا خاوتي اللي فات تلاقيت انا وكنت في واحد ريستورون في كومبيطا في وهران تلاقى انا وسعيد بالرحمه الجوار تاع ليكيب ناسيونال والله العظيم انا نتعشى في طابله هو من ورايا هو وصحابه وانا ما عرفتوش حتى قال لي عليه واحد صاحبي كان معايا قال لي هذاك نورمالمون بالرحمه لقيناه هو
خاش الجماعه كامل تصور معاهم انا انا ما كتبش ربي ما صرحتليش تليكون درت معاه فوطوات نعمه ربي بارك يجي عقب هنا الفاكونس تاعو في البلاد نعمه اصحاب الطفات هنا مشكل مدينة جيجل ترحب بكم يبي يبي ها يكون في شرك كثير نعم ربي يبارك مين ذاك ساعة زعن نحريط شوية غاودي ها والله ها ساعة ساعة يحريط مولاها شوي كي نحب هكذا نقعد في الطوموبيل صغير هكذا نحب شوية ننا سماش ديما والله غير حاجة دوكا نمشي بعقلي ها دودان هنا ثمثم ما شاء الله اجواء روعه شوفوا التشجير خاوتي دخل مدخل المدينه جات تحفر ببرك استناو خاوتي نفوتوا البراج ونتلاقاو مع خاوتنا لا اله الا الله محمد رسول الله نعم ربي يبارك خاوتي ما شاء الله هذه خاوتي مدخل مدينة جيجل كتب ربي نعم ربي يبارك النظافة الهمة والشان ناس زعامة ربي يحفظهم جهنا والله ما تخصك حاجة عندهم بسم الله ما شاء الله موسم الاصطياف تلقى البلايك هذو كامل تاع الجماعه اللي راهم يكريو في المنازل ولي زابارتمون وين تروح تلقى نعم ربي يبارك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا سيد الاستغفار خاوتي فضل نتاعو عظيم هذه تذكير الخاوتنا بالحفظ نتاع سيد الاستغفار هذا هو سيد الاستغفار كان النبي صيغة سيد الاستغفار كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يستغفر بها اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قمة الخضوع وقمة الخنوع الرب العزة نعم ربي بارك
هذه خاوتي كنا مع خاوتنا مع الإخوة الكرام في جولة من مدينة العوانة باتجاه مدينة جيجل. هذه خاوتي انت الله في ارواحكم ان شاء الله في طريق جزائرية اخرى وفي مدينة جزائرية اخرى, وانت الله في ارواحكم وربي يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين كامل, وربي يفرج علينا وعليكم ان شاء الله, وربي يفتح علينا وعلى الجميع, وانت الله في ارواحكم خاوتي, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه خاوتي استنوا نكملوا مع خاوتنا الكورنيش تاع جيجل, هذا بنشوفوا مع خاوتنا ونكوبيو لا فيديو. هذا خاوتي لا كورنيش تاع مدينة جيجل, كورنيش معروف مشهور, هذا الكورنيش خاوتي تقاري هنا خويا باركينغ ها هنا قدامك, اتحضر انت والعائلة نتاعك تمشي نعمة ربي يبارك اون فاصليك البحر من المدينة نعمة. هذا كورنيش مدينة جيجل, هذا خاوتي نتلاو في ارواحكم, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.